حجيج نفسه، فكل منكم مسؤول عن نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. قالوا: يا رسول الله، صفه لنا. قال: إنه شاب شديد جعود الشعر، عينه اليمنى بارزة ناتئة كأنها عنبة أو عنبة قد ذهب نورها، أعور، يدعي الألوهية، مكتوب على جبينه كافر، يرى المؤمن ذلك واضحا. قالوا: فمن أين يخرج يا رسول الله؟ قال: يخرج من طريق بين الشام